يمكن بهذا الوقت من السنة والبرد بيزيد طبعاً العدوى بكتير من الأوقات، ويمكن نجهل السبب. شو سبب العدوى اللي عم نشوفها كتير موجودة؟ كيف عم تنتقل الجراثيم بسهولة؟ شو الأسباب؟ ممكن يكون أسباب بين إيدينا ونحنا ما بنعرف. صحيح سلمى، ممكن كتير من العادات الخاطئة ممكن أنه تقوم فيها سيدة المنزل بدون ما تنتبه، وهالشي بسبب للميكروبات والعدوى والأمراض المعدية. وأكيد في أساليب كتير خاطئة ممكن تتبعها أي سيدة منزل بدون ما تنتبه أنه هذا السبب الرئيسي لوجود الميكروبات والأمراض يلي عم تصير ضمن البيت. فكتير من العادات الخاطئة اليوم رح نصححها ونحكي أساليب صحيحة وطرق تنظيف أيضا صحيحة مع الكيميائية براءة حداد. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. خلينا نبلش بداية من أول شيء يمكن بتتعامل معه سيدة بالبيت اللي هو الأكل. صحيح. الخضروات، الفواكه، غيرها من التفاصيل. الناس متعودة دائما أنه أنا شوية مي بغسلها، أحيانا برش ملح، أحيانا لا، خلص بينضف كل شيء. خلينا نحكي عن الطريقة الصحيحة، وقديه حاليا يمكن كمان الخضار الورقية هي أكثر الأنواع اللي فصل الشتاء نستهلكها، وهي أكثر شيء بتنقلنا يمكن الفيروسات أو الجراثيم. صحيح، يا صباح النظافة والصحة. فعلا الخضار الورقية هي أول مكون غذائي نحن بنحتاجه بكل الفصول، لكن خاصة في فصل الشتاء لما ببلش المطر ينزل وبتبلش هاي الأنواع، يعني كل أنواع الخضار الورقية بتطلع، يعني الشيء اللي ما كنا نشوفه بالصيف بصير بيطلع. هلأ كتير في هاجس كبير قدام الناس، في ناس يمكن ما بتاكل الخس أو ورق الملفوف أو السلق، بيقلك إنه ما بعرف نظف، أو بيقلك بخاف أكله وما تكون نظيفة. ليش؟ في منا يؤكل نيء ومنا يؤكل مطبوخ، يعني اللي بناكله مطبوخ أهون من اللي بناكله نيء، لكن هي معظمها يؤكل نيء. طيب الفكرة وين؟ إنه الخضار الورقية بما إنه هي أقرب بالتلامس إلى سطح الأرض، وبسبب إنه الالتفاف الأوراق على بعضها فهي مأوى للجراثيم والفطور خاصة. يعني مثلا لما منجيب الخسة أنت بتقيمي الوراق الخارجية، كتير من الناس بتفكر انه الوراق الداخلية نظيفة تماما، لكن الوراق الداخلية انت لما بتشوفي رأس الخسة من فوق هذا القسم الابيض، هي بيكون فيها شيء ناعم صغير بس نحن ما بنعرف شو هو، هي فطور. فلذلك لما بدي بلش اولا الخضار الورقية انا لازم اجيب مسطح مائي، حط فيه كمية من الماء كبيرة. طبعا اولا تزال الاتربة والاوساخ، مثلا بنقي الوراق الصفراء او الوراق المتصلبة كتير اللي ما خرج نحن ناكلها، هي أول نقطة، هذا بسميه عملية تنظيف. النقطة الثانية أنا ببلش فرد وراق الخس وراق الملفوف وراق السلق، هذا كله لازم ينفرد ينقع بالماء كبه، بعدين بحط ملح أو مادة الخل، أو مثلا في عندي مادة صحية جدا وتستخدم عالميا اسمها بيرمنجنات البوتاسيوم، آمنة جدا. مجرد ما أنك تحطي ملعقة صغيرة منها لهي كمية الخضار أو الفواكه أو الخضار الورقية هي كافية أن تتعقم. أنا بخليها لمدة تلامس بما يقارب النصف ساعة، بعدين بشطفها مرة اثنين ثلاثة لحتى أتأكد أنه فعلا ما عاد فيها شيء. مثلا في ناس بتقلك أنه أنا ماني مضطرة أشتريها من الصيدلية أو من البزوريات، أوكي في عندي الخل، الخل أو الملح، الخل تماما، الخل أو الملح هذا بيكون جدا كافي. لكن وين المشكلة؟ أنه نحن بعد استخدام الخل أو المادة الكيميائية تبع البرمنجنات أنا بدي استنى شيء اسمه زمن التلامس لحتى تقدر تتنظف هاي الوراق من الجراثيم والأتربة وكل الشوائب اللي عالقة عليها. فأنا عندي بس مشكلة زمن الشطف، أني أنتوا بدكم تنظفوا كتير هاي الخضار الموجودة معكم لحتى نتخلص من المادة الكيميائية. ممنوع استخدم للخضار الورقية الكلور أو الصابون، ممنوع منعا باتا. الكلور بيعلق عليهم بيصير أنا في ضرر على جسمي للمعدة. نقطة تانية الصابون غير محبذ بسبب أنه أنت لما في ناس بتبرش الصابونة أولا بيعلق المادة القلوية اللي موجودة بالصابونة، تانيا بتصير ملمس الخضار الورقية صابوني
او بنسميه نحن القلوي، فبتصعب ازاله الماده الكيميائيه، فلذلك الافضل هو الخل او الملح او برمنجنات البوتاسيوم. طيب خلينا هلا ننتقل للادوات المستخدمه اثناء التقطيع او الطبخ. كثير من السيدات ممكن بعد لوح التقطيع اللي بيقطعوا عليه اللحمه او الخضار ممكن انه كمان هذا يعلق عليه بعض الميكروبات والجراثيم ويصعب عليهم تنظيفه، فكمان ممكن حتى ما يعملوا طرق خاطئة. صحيح. فورا هيك وخلصي. صحيح، الواح التقطيع هي مكون أساسي، وللأسف نحن في عنا أخطاء شائعة جدا بالمطبخ باستخدامهم. أولا يجب الفصل بين لوح التقطيع الخاص للخضار عن لوح التقطيع الخاص باللحوم، هي قولا واحدا ممنوع اجمع بيناتهم. اللي بقطع عليه لحمه ما بقطع عليه خضار، ليش؟ بسبب التلوث المتصالب. شو يعني؟ كثار منا بفكر انه اللحمه اذا طلعتها انا من الفريزة وبلشت اقطع فيها بيفتكروها انه ما فيها ميكروبات. اللحمه اولا موجود فيها يعني اقل ما يمكن، حقول لك 10 انواع من البكتيريا، هي اقل ما يمكن. يا لطيف. لحوم الاسماك، الدواجن، اللحوم الحمراء كلياتها، اخطرها الليستيريا والسالمونيلا والاشيريشيا اوكولاي، هذا اخطرها. وبيقولوا لك ما بتتغسل. تماما تماما. هلا هي الميكروبات او هي النوع انواع من الجراثيم بتخلص منها حصرا لما بتغلي اللحمه. انت لما بتغليها بعدين بتؤكل، فانت قضيتي على هي الانواع من البكتيريا. لكن شو صفى عندي المشكله؟ كل شيء استخدمتيه باللحمه، يعني السكين، لوح التقطيع، السيدة لما بتكون لابسة الصدرية تبع اللي بلبسوها بالمطبخ، أي التماس صغير باللحمة، فأنت نقلتي الميكروب لهدول المواد من إيديكي للصدرية اللي لابستيها، للمجلى، للرخام اللي أنت عم بتقطعي عليه، للسكين، للوح التقطيع. الحل الأمثل أني أنا بس خلص منهم هدول ألواح التقطيع، بحطهم بالمجلى أولاً بقيمة بسائل الجلي، هذا بنسميه التنظيف، بعدين نحن بنحط عليها شويه كلور لازاله او للقضاء على الاوبئه او البكتيريا او الجراثيم الممرضه بنسميها. لوح التقطيع الخاص بالخضار ايضا عليه ميكروب، بس ما في عليه سالمونيلا وليستيريا، ما في شيء خطير مثلهم. تمام؟ شلون انا بروحهم؟ ايضا بسائل الجلي وباستخدام القليل من الكلور، لكن يفضل فيما بعد الشطف الكثير. الفوط الخاصة بهدول انا باخذهم بغسلهم لحالهم بعدين بحطهم بالغسالة. طيب خلينا نحكي شوي كمان اليوم، مثل ما قلتي حضرتك مو بس الاكل نحن لازم نهتم فيه، الادوات اللي عم نستخدمها. في كثير سيدات بتقلك انا لابسه كفوف فما رح يجي شيء على جلدي او على ايدي، وبس هي عم تمسك هالكفوف عم تنقل من شيء لشيء لانه مسكت كل شيء بنفس الكفوف، انه غسلتهم بالمي. هل هذا الشيء بيؤدي انه انا بعد ما خلصت التقطيع مثلا غسلتهم بالمي، ولا لا انت بتنصحي باستخدام الكفوف اللي هي لمره واحده؟ يعني مثلا عملت اللحمه كبت الكفوف فورا البلاستيك ولبست شيء ثاني او عملت شيء ثاني نظيف. تمام. هلا ما فينا نقول لست البيت كل يوم تشتري انواع من الكفوف، هذا بيبقى عبء مادي، لكن انا فيني خصص مثلا الكفوف اللي بستخدمها انا لتقطيع اللحوم. حتى في ناس ما بتلبس كفوف اذا بتنتبهي، لما ما فيك في يمكن تشوفي شيف عالمي ما بيلبس كفوف ممكن. تمام. فانا بقول لما بدي بلش بهي العمليه اولا لازم غسل ايدي بالمي والصابون تكون معقمه، اذا انا اشتغلت بايدي كان به، لكن بس خلص لازم غسل ايدي بالماء والصابون، ما في داعي لاستخدام الكحول. مثلا اذا كان حدا بيحب يستخدم الكفوف المطاطيه اللي بتستخدم لمره واحده، بعد ما بخلص انا بكبهم بالزباله. طيب في عندي انواع من الكفوف ممكن تبقى عندي شهر، هي بيبقى البلاستيك تبعها اقوى، واذا بتنتبهي لعند الرسغ تقريبا بتلاقيها شوي طويله على الايد، مشان كمان انه الغذاء ما يدق بالساعد سواء كان رجل او امراه. تمام. هي انا فيني بس استخدم اللحوم اغسلها بالماء والصابون، او مثلا احط لها شويه كلور، لكن بس تخلصي الغسيل بدك تحطيها بالشمس تتجفف. إذا ما تخلصتي من الرطوبة الموجودة فيها، خاصة أنت لما بتلبسي الكف من جوا أحيانا بيكون جواته رطب،
هذا صار مأوى للفطور، رطوبة بيعمل لك الإكزيما والفطور بالإيدين، يعني أنا سببت لي مشاكل، فأنا بدي أكون حريصة على نوعية النظافة. خلصتي من الكفوف بتغسليهم بتحطوهم بمكان جاف وناشف حتى أتأكد أنه خلصت من الرطوبة اللي عايشة جواتها. طيب خلينا كمان ننتقل لحوض الغسيل يلي هو المجلى. تماما، كتير أكيد بصير فيه ترسبات وتجمع لكل شيء فيه بكتيريا وجراثيم، شو هي طريقة صحيحة لحتى نضفه؟ بتعرفي حوض الغسيل أنه يمكن ما حدا بيتخيل التعداد الجرثومي يلي بيكون موجود بقلبه مع التنوع، يمكن أقل ما يمكن بدك تلاقي فيه 50 نوع من البكتيريا. أنا بقول الفكرة أنه نحن عنا استخدام خاطئ. رح بلش من وين الاستخدام الخاطئ. واحد، ست البيت لما بدها تخلص من الزيوت عم بتكبه بالمجلة، هذا صحياً عالمياً بيئياً خطأ. أي نوع، يعني أنا إذا بدي أحكي بمجال البيئة، عنا كتير نحن مشاكل ببيوتنا عدا عن الشوارع وغيرها. أي تخلص للزيت ما بصير نكبه بالبلوعة، أنت لازم تمسكي كيس تحطي الزيت اللي بدك تكبيه بقلبه وتكبيه بالزبالة بكيس مخصص. النقطة الثانية، نحن مثلا الأنواع الدسم والدسم النباتي أو الحيواني هذا كمان عم بيروح بالبلوعة، كمان أنا بدي أكون حريصة أني لما بدي أتخلص منهم يكونوا بكيس. تمام؟ ليش؟ لأنه مع الوقت بيعمل انسداد بالصرف الصحي. ليش؟ لأنه أنت على البرد هلأ بترجع دهون تتجمد متراكمة. ترجع تتجمد، ممكن تسبب لك انسداد. هاي أول شيء خاطئ نحن بنعمله. النقطة الثانية، نحن ما بننظفه بشكل يومي، يعني ما رح نحكي شيء شائع بس في كتير سيدات ما بتنظفه بشكل يومي، فبيصير عندك يوم بعد يوم تراكم لطبقات البكتيريا والجراثيم. إذا بتنتبهوا أول شيء الريحة الكريهة، بعدين ظهور المادة السوداء يلي هي العفن، هي من بقايا الطعام، هي من بقايا المياه الراكدة يلي ممكن تضل ساعة واثنين وثلاثة، ما بالك بأيام وليالية. تمام؟ فهي الفكرة نحن إذا بس منبلش نوعا على هذا الموضوع. هلأ الفكرة وين؟ أنا بعد ما توسخ خدل الحوض، ولازم بشكل يومي على فكرة، بآخر النهار السيدة بتكون خلصت كل شغلة، أولا بمسك فرشاية بقيم كل ما هو ظاهر للعين، هي الفرشاية. النقطة الثانية، عندك مجالات كتيرة بدك كلور بتحطيه. طبعا ما نبهنا على موضوع انه لابس لازم البس الكفوف وحط الكمامه مشان ما استنشق هي الروائح الكريهه يلي بتضر بمجرى البلعوم وبالرئتين. بحط الكلور حسب مثل ما بدنا، ممكن فنجان قهوه لسط الماء. طيب في ناس ممكن يكون عندهم حساسيه او ما بيقدروا، ممكن يستخدموا مواد طبيعيه؟ تماما. هلا في ناس بتستخدم اما الكلور او الفلاش يمنع الخلط بيناتهم مشان ما يطلع عندي غاز الكلور بيسبب لي انسداد بالاكسجين، ما بقى فيني اتنفس اكسجين. في ناس بتاخذ مبيض الغسيل، صحيح بترشيه على المجلى بعدين بنفرك كتير منيح. تمام؟ هو بيبقى أقل ضرر من الكلور والفلاش. تماما، بنفرك بما لا يعني تقريبا 5 دقائق للعشر دقائق مع ارتداء الكمامة. بخليه أنا مثلا ربع ساعة لنص ساعة حسب قدرتي وقدي معي وقت، برجع بشطف بالماء الساخن. تمام؟ ويجب أني أمسك شوية كلور كبه بمجرى البلوعة. أولا نظفت كل شيء راسب موجود، ثانيا كل البكتيريا اللي بتكون عايشة بمجرى البلوعة أنا هذا قضيت عليه. أنت بتضلي محافظة على الصحة، كيف ما في بكتيريا، ما في انتقال من الجراثيم من مكان لآخر. تماما، هذا التلوث المتصالب نحن بيصير معنا بشكل يومي ما بنكون حاسين فيه. النقطة الثانية اللي بدي أقولها، أنه نحن نكون حريصين لما بيكون عندي حليب كمان، هي من الكوارث الطبيعية يمكن يلي بتصير. الحليب فيه مادة الدسم، البروتين كمان، هذا في ناس كتير بتتخلص منه، أو مثلاً اللي بيعمل لبن بتكبه كمان بالمجلة. تماماً تماماً. هاي النقطة كتير مهمة. الحليب مجرد ما أنت حطيتيه على مجلة، جربي بس كبي نقطة حليب على المجلة أو على الغاز، شوفي الروائح اللي بتظهر. الحليب فيه لا يقل عن 50 نوع من البكتيريا. النقطة الثانية، الدسم اللي موجود بالحليب مجرد ما تعرض للهواء وأخذ هاي الأكسدة، شوفي الروائح اللي بتطلع منه، أولاً الحموضة،
تماما نتيجة وجود الأحماض اللي فيه. ثانيا التفسخ الدهني اللي بيصير فيه. فهي الروائح هي بتكون موجودة بس نحن منا وعيانين من وين اجت، وهي استخدامنا الخاطئ للمواد الغذائيه. اكيد. طيب خليني انتقل لنقطه ثانيه، ونحن عم بننظف احيانا ادوات التنظيف نفسها بتكون هي اللي عم تنقل صحيح المشكله. يعني انا بشوف في ناس بتقول انا بدي اعمل ليفه للكاسات مثلا غير ليفه الصحون غير ليفه الغاز. صحيح. اما في ناس هي ليفه واحده لكل شيء. صح. الدهون اللي بتعلق حتى لو انا رجعت حطيت عليها معجون، حتى لو رجعت واحيانا تنترك منقوعه بالمي 100%. خلينا نحكي كمان هي التفصيله لانه هي كثير مهمه، هن نفكروا انه هن عم بينظفوا. صح صح 100%. ليفه الجلي خطيره مثل حوض الغسيل، خطيره مثل اي شيء، مثل الفوطه او المنشفه اللي نحن بنستخدمها او بنزل فيها الطناجر النزاله او ما بعرف شو بنسميها فوطه الطبخ. هي اللي عم تحكي حضرتك عنها فعلا نحن عندنا مشاكل فيها. نحن يعني الفكره نحن اليوم كوضع اقتصادي بالبلد ما فينا نقول استخدموا 5 ليف سوا، اقلها تنتين اقلها. ليه؟ دائما اللحوم ولا المقلايه اللي بعمل فيها البيض يفضل انها تكون لإلهم وحده. ليه؟ نفس المنشا، في عندي البروتين والدسم والروائح الكريهه خلينا نقولها. تمام. النقطة الثانية، أي شيء بيستخدمه مثلا للكاسات أو الطناجر الثانية أنا فيني أعمل لكاسة، وإذا كنا موسوسين كثير خلي للكاسات والفناجين كاسة لحالها، كل ما هو زجاجي. تمام؟ طيب، قد إيه بدها تعيش عندي هي الليفة؟ أولاً هي الليفة دائما بإيدينا وعم نستخدمها طول النهار للجلي، وعم حط لها في ناس بتحط سائل الجلي والمعطر وبتحط لها كذا مادة. طيب، العمر الافتراضي لإلها ما بيصير يتجاوز الاسبوع. تمام؟ عن جد، رح اقول لك ليش. الصحية عم بتقيم الاوساخ والدهون وكمية قليلة من البكتيريا، لأنه أنت عم تعملي عملية تنظيف وليس تعقيم. إذا بتلاحظي المنظفات الجديدة صار بيقول لك ينظف ويعقم، ونحن هون كثقافة صحية لا أحد يعني لا اللي بيعرف بين التنظيف والتعقيم. صحيح. تماماً. تنظيف، إزالة أوساخ، دهون، كل ما هو عالق وشوائب. التعقيم بدك تستخدمي محلول معقم هو لإزالة أو إبادة الأمراض عفوا الجراثيم الممرضة البكتيريا يلي أخذناها من اللحوم، اللي أخذناها من الخضار، الرواسب اللي بتبقى. هي هي الفكرة. هي اللي في يعني بالكثير بتضل عندي اسبوع. طيب انا عم بحطها بالمي كيف تعقمها؟ بيئه رطبه. كيف نعقمها؟ رح اقول لك كيف. اخر النهار لما بنخلص المفروض انا غب يعني المي اللي فيها خليها تنضف كلها وحطها على سطح ناشف، بيروح منها كل المي، بتصير انا رجعتها اسفنجه جافه. تمام. فانا لازم اعمل لها هذا التجفيف اليومي، ومع هالشي لازم تقعد عندي بس اسبوع. السيف يعني هو عباره عن معدن. تمام. كمان بحشش فيه او بيقعد فيه، او هو خلينا نقول بيئه خصبه ورطبه ايضا لوجود البكتيريا. يمكن هي على الاستخدام الدائم حتى انه هي بتفتفت اذا بتلاحظوا. كمان اسبوع. هلا مناشف المطبخ اللي نحن عم نستخدمها، اولا اذا تواجد عليها بقعه يجب إزالة البقعة بالصابون، بعدين بغسلها لحالها، بعدين بحطها بالغسالة. شوفي المراحل. أي بقعة حتى يعني حتى رح لك كيميائيا نزل على ثيابك أي بقعة زيتية دهنية، أنت أول شيء لازم تقيميها بالصابونة بعدين بتحطيها بالغسالة. متى ما دخلت على الغسالة رح تترك أثر. ليه؟ لأنه منشأ البقعة حمضي. لما أنت بتمسكي الصابونة وبتغسلي فيها صار قلوي، القلوي بيقيم الحمضي. بعدين بتحطيها بالغسالة مشان تاخذ مبيض الغسيل. مبيض الغسيل أو مسحوق الغسيل هو عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية اللي بتعمل على إزالة. في ناس بتحطها كلها تندور بالغسالة مع كلور. غلط. ليه؟ رح أقول لك شو مشكلة الكلور. شوفي السيدات اللي عندها أطفال صغيرة بتقول لك أنا أولادي لما بحط الثياب البيضة بحط لنا شوية كلور. خاطئ. أولاً الكلور يتلف الثياب. المسحوق الغسيل اللي أنت عم تستخدميه ببيتك هو مخصص للتعقيم والنظافة. تمام؟ ليعطيك الألوان البراقة. الكلور بيترك أثر على الثياب، الأطفال الصغيرة بيعمل لها تحسس، وعندي أصدقاء كانوا حاطين هذا الشيء لأولادهم والأطفال صار بها تحسس بجسمها. النقطة الثانية، الكلور ما بينحط على الملون، قاصر. شو يعني قاصر؟ يعني بيزيل اللون.
بيعمل لك مشكله بالالوان، يعني ان كان اخضر بيترك بقع، احمر كمان ممكن يسحب اللون ويصفر. فانا مشكلتي مع الكلور ممنوع استخدامه على التياب. الكلور حصره لتنظيف البيديه الحمام، تنظيف الاراضي، الحوض تبع غسيل الاواني، غير هيك ما بستخدمه. هلا هيك يمكن صعبنا المهمه كثير على كل سيده بيت او كل حدا مقبل على الزواج. بالنهايه شكرا لكل النصائح يلي قدمتي لنا اياها لليوم. كنتي معنا الكيميائيه براءة حداد، اهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا لك، ودائما تعطينا هيك نصائح بتساعد الناس على كيف تحمي نفسها وصحتها. شكرا لك. شكرا لك.